نقول لكل من يعتقد بأن وجود أبي بكر في الغار فضيلة، بأن الإنسان أي إنسان يفتخر بأن يكون مصيره مرتبطا بمصير النبي صلى الله عليه وآله، حياته مع حياته وموته مع موته. فلماذا كان أبو بكر حزينا؟ هذا الحزن يعني أنه لم يكن ثابت الإيمان، لأنه لو كان ثابت الإيمان لعرف بأن مصيره مع مصير أفضل خلق الله هو أفضل مصير يمكن أن يحلم به الإنسان. فالموت مع النبي هو أشرف ميتة، والحياة مع النبي هي أفضل حياة. ولهذا النبي صلى الله عليه نهاه عن هذا الحزن، إذ لا يسوغ للإنسان المؤمن أن يحزن بعد أن ارتبط مصيره بمصير أفضل خلق الله سبحانه وتعالى.